على حسابك الخاص فايبر. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية مسح كل الملاحظات على حسابك الخاص. سوف نتعرف على هذه الخطوة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات سوف نقوم بها. سوف نأتي إلى الأسفل، هنا نقوم بالضغط على أكثر، وبعدها سوف نأتي إلى هنا نضغط على ملاحظاتي، ثم سوف نأتي إلى هذه النافذة هنا، نافذة ملاحظاتي، نقوم بالضغط في الأعلى هنا 3 نقط، نقوم بالضغط عليه، نضغط على معلومات الدردشة في هذا الخيار، ثم نأتي إلى الأسفل هنا مسح كل الملاحظات، نقوم بالضغط عليها، وبعدها يقول سيؤدي حذف محتويات هذه الدردشة إلى حذف جميع الملاحظات والتذكيرات وبيانات الدردشة التي تم نسخها احتياطيا على السحابة الخاصة بك. إذا كنت موافق على ذلك سوف تضغط على حذف، وسيتم حذف كل ملاحظاتك الخاصة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.